بعدين خطيره يعني. كبه بتجنن ريحتها، هلا بنلم علينا الجيران كلهم. شوف لا شوف السقسقه والشحمه اللي عم تشرشف، المنظر هذا ما احلى. شوف على كيف كيفك، كبه حلبيه مشويه على اصولها وشي هيك مرتب، يعني هيك بتاكلها هيك بتسلطن وبترجع فيها لحلب. قرب شوف معلم، شوف لي السقسقه والدهن، اذا ما كانت عم تسقسق هيك بالشحم ما طيبه، ما اسمها كبه. وفي معنا كمان كبه ثانيه اللي هي الدراويش، شوف لي اياها كبه حلبيه، شايف معلم؟ خطيره. بدها هيك هالصحن السلطه هاد والعيران وتقول لها روحي. طيب نحن هون عندنا برغل ابيض وبرغل عمقي، طبعا نحن غسلينهم كويس ونقعينهم منيح. البرغل والمي بياخذوا قد بقد نفس الكميه، حاطين كيلو ونص برغل وثلاث ارباع لحمه الهبره، الهبره اللي هي بتكون لحم عجل خالي من الدهن تماما، ما فيه دهن ابدا، مضروب كذا مره على الماكينه على المفرمه. راح نحط لها فليفله حمراء ناعمه، شوي شويه ملح، كمون ناعم نحط شوي ما بنكتر، سبع بهارات او البهار الحلبي شوي كمان، ومنقلبهم منيح. ندعكها كتير كويس. هلا انا بعد ما فرمناها اول وش لقيتها هيك طعمتها خفيفه، رجعت زودت فيها شويه توابل بتطلع اطيب. هي لازم تنطحن وشين ثلاثه حسب نوعيه البرغل، اذا فتحت معكم وصارت طريه تمام وشين بكفي، لقيتوها بدها كمان نعدمها ثلاثه بتطلع تمام ان شاء الله. عندنا هون الحشوة فيها لحمة ناعمة وشحمة وفليفلة حمراء وبهار وملح ونعناع ناشف، وبنقدر نحط فيها كمان مكسرات. نعملها هيك، نبل ايدينا مي كويس عشان ما تلزق معنا، نفتحها شوي شوي. طبعا الكبة كل ما كانت رقيقة كل ما كانت اطيب وافضل. شايفين كيف؟ هيك شكلها حلو. ونحطها هاي هون، نحشيها كويس ونقفلها هيك شوي شوي، نرجع نحط على ايدنا شوية مي نلفها هيك، نعطيها الشكل الكبة المشوية اللي هو هيك، بنلفها هون على هاي هيك. هيك بهالشكل هاد، شوفوا كيف هيك لازم يكون شكلها، ومن هون هيك مسكرة على الآخر. معلم اهم شيء بالكبه المشويه لازم تنزلها على نار قويه، شوف المنظر هاد ما احلى، شوف رائع. على كيف كيفك، كبة حلبية مشوية على اصولها وشي هيك مرتب، يعني هيك بتاكلها هيك بتسلطن وبترجع فيها لحلب. قرب شوف معلم، شوف لي السقسقة والدهن، إذا ما كانت عم تسقسق هيك بالشحم ما طيبة، ما اسمها كبة. وفي معنا كمان كبة ثانية اللي هي الدراويش، شوف لي إياها كبة حلبية، شايف معلم؟ خطيرة.
بدها هيك هالصحن السلطه هاد والعيران، وتقول لها روحي جربوها وباذن الله بتعجبكم. سلامات. عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه حتى يوصلكم كل الوصفات الجديده اللي عم نعملها. على فكره القناه فيها وصفات اكل من طبخ وحلويات شرقيه وغربيه مشكله، شوفوها وان شاء الله بتعجبكم. احلى عالم.